الإشراف المباشر للبنك المركزي في العاصمة عدن على صرف المرتبات ومكافحة غسيل الأموال التي تقوم بها شركات الصرافة بات ضرورة ملحة. هذا ما أوصت به الندوة الاقتصادية التي أقيمت في المكلا تحت عنوان تأثيرات صرف مرتبات القطاع الحكومي عبر شركات الصرافة. هي ندوة توعوية وانتقادية لسلبيات محلات الصرافة وما تلعبه من دور سلبي في استمرار تدهور العملة الوطنية في ظل غياب ورقابة البنك المركزي اليمني عدن. لذلك جاءت هذه الندوة نشوف تأثيرات أيضا واستمرار الحكومة في صرف الرواتب عبر محلات الصرافة وإصرارها على الاستمرار في هذا العمل. تلتهم فاتورة المرتبات نحو ثلث الموازنة العامة للدولة، إذ يبلغ إجمالي المرتبات للقطاعين المدني والعسكري نحو 900 مليار ريال، يصرف معظمها عبر محال الصرافة، وهو رقم شددت الندوة على ضرورة تلافي مخاطره. ندوة جدا رائعة، كان في احتياج حقيقي للمجتمع بشكل عام، شرح الدكتور أشياء كثيرة غائبة عن المختصين، حتى لأن احنا يعني كطلبة في المجال القانوني في المجال السياسي، إلا أنه غائبة عننا أشياء كثيرة من هذه التفاصيل اللي نحتاج إلى مختصين توضيحها. من أهم الاستفادات اللي استفدناها في هذه الدورة والندوة انه مآثر وايجابيات وسلبيات عمليه صرف المرتبات عبر محلات الصرافه، ودور البنك المركزي في الحد من هذه العمليات او السلبيات التي يقوم بها محلات الصرافه في صرف المرتبات والاجور وانهيار العمله الوطنيه. وللحد من مخاطر تحويل المرتبات عبر شركات الصرافه، اكدت الندوه على اهميه اعاده صرف المرتبات عبر البنوك التجاريه لضمان إعادة الدورة النقدية إلى مسارها الطبيعي والحد من انهيار العملة المحلية. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.